بالكامل تحت أكوام من الأوحال. في الأثناء ما تزال فرق الإغاثة تبذل جهودا لإنقاذ أحياء محتملين من تحت الأنقاض. والآن الاقتصاد المنتصف مع صهيب الملكي. الجزيرة إسبانيا. يمي يمي سالدينس خيونس بيبسي ماريا ريس سويتس سي everything we have water water swim بعمليات مسح بحري بالتعاون مع طوارئ الاتراك في شمال قبرص اذا مضت قبرص قدما في عمليات التنقيب. وقال وزير الصحه احمد داوود عضو الناحيه لن تحمل امرا